الاهلي خط احمر هيكونوا نجوم العام القادم من ناشئين النادي الاهلي، كان احدهم ميدو اسامه اللي سجل في فوز النادي الاهلي تقريبا اسرع هدف في تاريخ مسابقات الناشئين بعد 8 ثواني بالظبط. ممكن نطلع نشوف الفيديو ونرجع تاني. الاهلي بيدخل القمه وهو في الصداره 34 نقطه، بينما نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطه. المسافه قريبه ما بين الفريقين، كل فريق غرضه الانتصار. ميدو عدى 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 مر، جول 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 جوه، جول، هدف اول للنادي الاهلي، اسرع هدف، اسرع هدف في تاريخ مباريات الناشئين، أسرع هدف في تاريخ مباريات الناشئين بعد بالتحديد 5 أو 6 ثواني. أكيد كابتن أسامة حسني ومذيع المباراة فاروق صلاح كانوا عاملين مجهود كبير جدا في إلقاء الضوء على اللاعبين دول، واستعرضناهم من خلال الأهلي خط أحمر، وبتكون حاجة موفقة جدا لنا أننا نلقي الضوء على لاعب مهم وكمان يكون له مستقبل كويس مع النادي الأهلي. بس كل ما هنالك نتمنى الالتزام الالتزام الالتزام. انت لاعب ناشئ في النادي الاهلي، قدامك مشوار كبير جدا، ولسه بنقول كابتن وليد سليمان وكابتن ثابت البطل، لو عايز تبقى حاجه كبيره اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد، والعب بروح الفانيلا الحمراء، واحترم مدربيك ولا تتعالى على كره القدم، عشان كره القدم تعطيك وتبقى في قلوب جماهير النادي الاهلي. دي ارقام طبعا ميدو اسامه هداف فريق النادي الاهلي مواليد 2004، المركز صانع العاب خط وسط، شارك في جميع المباريات، سجل 9 أهداف، وتم اختياره قبل كده في التشكيل المثالي للأهلي خط أحمر. وكمان معانا 3 لاعبين اختارهم كابتن ربيع ياسين ضمن صفوف المنتخب، منهم 3 كانوا معانا في التشكيل وهما أحمد سيد عبد النبي، أحمد نبيل كوكا، ومحمد أشرف، بالإضافة ل3 لاعبين آخرين، حمزة علاء وعربي بدر ومحمود صابر. أعتقد الأهلي عنده في القطاع لاعبين واعدين جدا يا أحمد، وبكده نكون استعرضنا أمور فنية مهمة عشان ننتقل لبعض الأمور الانضباط.